مشاهدينا الكرام، اهلا بكم معنا في عدد اليوم من برنامج اخبار الولايات. لقي شخصان حتفهما امس الجمعه اختناقا بغاز احاد اكسيد الكربون ببلديه الغزوات، وحسب بيان للحمايه المدنيه فان الشخصين توفيا اثر استنشاقهما غاز احاد اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي 320 مسكنا ببلديه الغزوات ولايه تلمسان. وفي ذات السياق لقي شخص آخر مصرعه يبلغ من العمر 53 سنة اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون ببلدية المنصورة. وللمزيد حول هذه الحوادث معنا من ولاية تلمسان النقيب جميلة عبودي المكلفة بالإعلام بمديرية الحماية المدنية للولاية. سيدتي أهلا بك. أهلا بك سيدي. سيدتي، هل الحصيلة لازالت على حالها؟ نعم. هل الحصيلة لازالت على حالها؟ نعم، بطبيعة الحال الحصيلة لازالت ثابتة في هذا العدد اللي هو 3 متوفين بعين المكان جراء استنشاق غاز أحاد أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء متواجد بمنازلهم والذي تنعدم فيه أدنى معايير التركيبة. إذا وكما تم إنقاذ ليلة أمس أيضا زوجين من يعني من عائلة واحدة تم إنقاذهما من موت محقق جراء استنشاقهم أيضا لغاز أحد أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة للطهي من موقد الطهي كان بصدد التدفئة به. سيدتي، كيف نفسر تكرار هذه الحوادث رغم الحملات التحسيسية المتكررة والتحذير سيما في ظل الاضطراب الجوي الحالي؟ نعم، رغم التحسيسات ورغم الحملات التوعوية التي تقوم بها مصالحنا في جميع الميادين يعني في الوسط المدرسي في مراكز التكوين المهني في الأحياء المدينة في الشوارع وحتى في برمجة حصص إذاعية يعني أسبوعية إلا أن الحصيلة لا زالت تحصد الكثير من الأرواح، وهذا راجع لعدم التزام المواطنين بالتدابير الوقائية والإرشادات والنصائح التي تقوم بها مصالحنا في هذا المجال. إذا يعني الهدف الأساسي يعني من هذه الحملات هو غرس ثقافة التوعية في هذا المجال من أجل الحد والتقليص من هذا العدد من الحوادث في هذا المجال. سيدتي، وهل اتخذتم في ولاية تلمسان إجراءات إضافية في ظل كما قلنا هذه أو الاضطراب الجوي الذي تعرفه الجزائر هذه الأيام؟ نعم، في ظل هذا الاضطراب الجوي التي تشهده المناطق الشمالية لا سيما المناطق الغربية وبالضبط ولاية تلمسان التي تشهد تعاطلات مطرية جد كثيفة وكذا انخفاض جد محسوس في درجة الحرارة، إلا أن مصالح الحماية المدنية واقفة على قدم وساق من أجل توعية المواطنين وتحسيسهم في مجال الاختناق بغاز أحد أكسيد الكربون بحيث أن المواطنين يلجؤون إلى استعمال أجهزة التدفئة المغذية من طرف الغاز الطبيعي أو باستعمال في المناطق النتيجية باستعمال يعني ما يسمى بالمجمر والفحم يعني والحطب والتسخين على الحطب، إلا أن مصالحنا لا زالت تحسس لغاية الآن في هذا المجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإذاعة الجهوية أثير الإذاعة الجهوية لولاية تلمسان، وإلى أننا لازلنا نسجل حصائل في هذا المجال يعني في مجال الاختناق بغاز أكسيد الكربون. يرجع السبب ربما عدم ترك منافذ للتهوية في المنازل، ربما للامبالاة من طرف المواطنين بمدى خطورة هذا الغاز القاتل الصامت كما نسميه نحن. إذا يعني تبقى وهناك أيضا عدة أسباب اللي ممكن تؤدي إلى اختناقات بما فيها عدم المراقبة الدورية للمنشآت الغازية للتركيبات الغازية الموجودة في المنزل من قنوات توصيل الغاز الطبيعي إلى غاية قنوات تصريف الغازات المحترقة. سيدتي، ربما في الأخير ماذا يمكن أن تقدميه كنصائح للمشاهدين وذلك على الأقل للتخفيف من آثار هذه الموجة أو الاضطراب الجوي الحالي؟ نعم، للتقليص بالنسبه للتقليص من عدد الحوادث في 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 الاختناقات بغاز احاد اكسيد الكربون، تبقى
النصائح الرائدة لمصالح الحماية المدنية وهي التهوية المستمرة والمستدامة في المنازل، يعني ترك منفذ لدخول الأكسجين يعني الهواء النقي إلى المنازل، ولو كان هناك انخفاض جد محسوس لدرجة الحرارة ولازم يكون التهوية المستدامة في المنزل. هذا من شأنه أنه يقلص من أحداث وحوادث الاختلاقات بغاز أحادي أكسيد الكربون. يعني وهذا لا يعني لازم أن نراقب أجهزة التدفئة المتواجدة في المنازل، أجهزة سخانات الماء، عدم يعني الاستهتار يعني وأخذ الأشياء بخفة. يعني هذا الأجهزة يعني ممكن تكون فيها خطورة خاصة إذا كانت مهترئة أو ذات علامات غير مسجلة. نقيب جميلة عبودية المكلفة بالإعلام بمديرية الحماية المدنية بولاية تلمسان، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. ومن تلمسان إلى ولاية برج بوعريريج، حيث عرفت الولاية وفاة أم وابنتها صباح اليوم إثر استنشاقهما غاز أكسيد الكربون، فيما أفاد بيان للحماية المدنية أن الحادثة وقع على الساعة 6:10 بقرية المزريعة ببلدية منصورة. ولتسليط الضوء حول هذا الحادث نربط اتصال بمعطي خيثر المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية برج بوعريريج. سيدي أهلا بك. مساء الخير سيدي الفاضل، مساء الخير لكل مشاهدي قناة الحياة. سيدي ماذا حدث بالضبط صباح اليوم بولاية برج بوعريريج؟ سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية برج بوعريريج اليوم السبت 21 جانفي 2023 تدخل للوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة المنصورة لأجل إسعاف مختنقين بالمكان المسمى قرية مزريعة بلدية ودائرة منصورة. على وصول إسعافاتنا إلى عين المكان تبين هناك حالة اختناق لأم وابنتها، إنهما يتراوح ما بين 2 سنة و 33 سنة في حالة حرجة. تم تقديمهم لإسعافات الأولية على مستوى سيارة الإسعاف ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى منصورة أين توفيتا بذات المستشفى. فيما سجلنا ضحية ثالثة طفلة صغيرة 5 سنوات تم نقلها من طرف الخواص إلى مستشفى منصورة وهي في العناية المركزة وحالتها مستقرة لحد الساعة. سيدي وربما وما هو السبب الذي أدى إلى هذا الحادث؟ استنشاق غازات محترقة منبعثة من المدفع، وكذلك احتمال عدم احترام الإجراءات الوقائية بخصوص التركيبات الخاصة بقنوات صرف الغازات المحروقة. سيدي هل تعتقد يجب الآن تغيير استراتيجية العمل الوقائي في ظل استمرار هذه الحوادث عبر مختلف ولاية الوطن؟ كما هو كذلك سيدي الفاضل، منذ إطلاق الحملة الوطنية في 8 نوفمبر 2022 تنفيذا لتعليمات المديرية العامة للحماية المدنية ومديرية الحماية المدنية على قدم وساق من أجل تحسيس وتوعية المواطن بضرورة تفادي غاز أحادي أكسيد الكربون من خلال احترام الإجراءات الوقائية والنصائح والإرشادات المقدمة له من طرف مصالح الحماية المدنية، وإلا أننا لازلنا نسجل ضحايا على مستوى كل ولايات الوطن. مؤخرا يوم الأربعاء قمنا بحملة أو قافلة تحسيسية باستعمال مكبرات الصوت جابت كل شوارع وأحياء مدينة برج بوعريريج من أجل التقرب بالمواطن من أجل تحسيسه بضرورة التوخي الحيطة والحذر من خطر القاتل الصامت في ظل انخفاض درجات الحرارة، لأن الظاهرة لا زالت تتفاقم على اعتبار انه الظاهره اجتماعيه ولا بد لها من دراسه سوسيولوجيه للحد من هذه الظاهره والتقليل من تسجيل وفيات وضحايا غاز احادي اكسيد الكربون. سيدي وكم بلغ عدد القتلى جراء الاختناق بالغاز حتى الان بولايه برج بوعريريج؟
في السنة الماضية سجلنا سنة 2022 سجلنا 22 حالة اختناق أسعفنا من خلالها 56 شخص ولم نسجل أي حالة وفاة، واستبشرنا خيرا إلا أننا في مطلع شهر جونفي 2023 سجلنا لحد الآن 6 حالات اختناق أسعفنا من خلالها 26 شخص، وسجلنا للأسف الشديد ضحيتين اليوم الأم وابنتها الصغيرة. نقيب معطي خيثر المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية برج بوعريريج، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. لقيها طفل يبلغ من العمر 7 سنوات حتفه بسعقة كهربائية بدوار لوزة في بلدية فرناكة بمستغانم، وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية تدخل إسعاف الحماية المدنية حوالي منتصف النهار أمس الجمعة هذا، وتم تحويل جثث الطفل إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى. ولمعرفة المزيد حول ما حدث في مستغانم معنا الزميل الصحفي حما بوعلام. حما أهلا بك. أهلا بك أستاذ رفيق، وتحية مسائية لك وإلى كل الصحفيين والتقنيين والمخرجين وإلى كل عمال قناة الحياة الجزائرية. حما، ماذا حدث بالضبط أمس في مستغانم؟ طبعا بحسب أقارب الضحية الذين التقيناهم ببيت العزاء بمنطقة أو بقرية اللوزة التابعة لبلدية فرناكة ولاية مستغانم، أن الوالد الضحية خرج من بيته وتوجه غير بعيد عن مقر سكناه بإحدى البنايات الخاصة لإتمام بعض الأشغال، وهناك وبعدها أو بعدها أقول بمدة زمنية لاحقة به ابنه محمد أو الابن محمد الضحية إلى مكان وجود الوالد. وكما هو المعلوم زميلي رفيق أنه هو يوم الجمعة الذين يفضلون فيه الأطفال اللعب والمرح، وفي غفلة من والده صعد الطفل بإحدى الأعمدة الكهربائية الحديدية إلى الأعلى، وتمكن من مس ولمس أحد الأسلاك الكهربائية ما جعله يصاب بسعقة كهربائية ما تطلب تدخل مصالح الحماية المدنية التي قامت بنقله إلى المستشفى. بحسب المعلومات أن الضحية توفي في عين المكان. حما، وهل تم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذه الوفاة؟ أكيد أن لحظات وجود مصالح الحماية المدنية المصالح الأمنية كانت موجودة بعين المكان وفتحت تحقيق في هذا الشأن أو في هذا الحدث الذي كان في الحقيقة صدمة للعائلة وأقارب العائلة وحتى الجيران. حما، وهل تم اتخاذ بعض الإجراءات لتفادي تكرار مثل هذا السيناريو؟ هو في الحقيقة يعني الإجراءات المتخذة طبعا هي التحقيقات الأمنية الجارية في انتظار النتائج، وستكون هناك إجراءات تتخذ في هذا الشأن كاتخاذ إجراءات تقنية كمعالجة بعض الحوادث. وهنا يعني أشير إلى المصالح سوناغاز، يعني هذا نداء يعني نتمنى أنهم يعني تفادي تثبيت مثل هذه الأعمدة الكهربائية التي تشبه السلاليم والتي تساعد الأطفال التسلق، و يعني ربما تسبب أضرار يعني للأطفال. وينتظر أيضا زميلي رفيق أيضا مطلوب من الجمعيات والمجتمع المدني والمنظمات والمؤسسات يعني التربوية وحتى مؤسسات المسجد تكثيف الحملات التحسيسية والإرشادية لتوعية أطفالنا وأبنائنا لابتعاد عن أماكن الخطر، لأنهم لا يدركون خطر تلك الأماكن التي تسبب أضرار جسيمة للأطفال. وأشير في الأخير زميلي رفيق أن الضحية محمد يعاني من مرض توحد ويدرس بإحدى المؤسسات التربوية متخصصة في التعليم وتدريس الأطفال التوحد بمنطقة مرسى الحجاج التابعة لولاية وارد. حما بوعلام الصحفي من ولاية مستغانم، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. حذرت مصارح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام والتنسيق المروري مستعملي الطريق الوطني رقم 37 بالبليدة، وذلك بسبب تراكم الثلوج. ونصحت ذات المصالح مستعملي الطريق تفادي التنقل إلى منطقة الشريعة،
وللمزيد من المعلومات حول هذا وحالة الطقس والطرقات في شريعان ربط اتصال بزميلة أمل عماري مراسلة قناة الحياة الجزائرية من ولاية البليدة. أمل أهلا بك. أهلا رفيق، مساء الخير لكل المشاهدين الكرام. أمل، كيف هي حالة الطقس الآن وحالة الطرقات في شريعان؟ في الحقيقة رفيق أجواء رائعة صنعتها العائلات التي تواسدت من كل ولايات الوطن إلى قمة شريعة للاستمتاع بمناظرها الخلابة وبالزائر الأبيض كما سموه الوافدين الثلج، لكن كل هذا صنع ازدحام مروري شديد تسبب في غلق شبه تام لمداخل البليدة، حيث بدأ الازدحام من وسط البليدة تقريبا أو على امتداد 19 كيلومتر من أعلى قمة لشريعة. خاصة رفيق أذكر أن شريعة معروفة بالمنعرجات التي ساهمت هي الأخرى في زيادة حدة الازدحام، وأكثر ما زاد وأزم من الازدحام هو عدد المركبات بما فيها الحافلات الوافدة من ولايات الوطن مثل وهران والولايات المجاورة وحتى الترقيم من الجنوب وحتى ترقيمات دولية من ليبيا الشقيقة، ساق مساحة طاقة استيعاب محيط الساحة الرئيسية لشريعة والطريق المؤدي إلى نادي التزحلق الذي يعتبر هو الآخر قبلة للسياح. يحدث أمل هذا الازدحام وسط هناك درجة حرارة شديدة البرودة صفرية أو دون الصفر. أمل، إذن لم تكن هناك استجابة لتحذيرات الدرك الوطني، درك والدوريات الأمن، الدراجات النارية التي لم تستطع للأسف فك شفرة الازدحام الشديد، والذي أذكر كذلك أنه تسبب في حصار العائلات في منطقة شريعة في وقت متأخر من ليلة الجمعة إلى السبت. وأمل، وهل تم تسجيل أي حوادث في شريعة بإضافة إلى أن بعض العائلات تمت محاصرتها في الطريق؟ نعم للأسف رفيق، حسب مصادر الحماية المدنية قد سجلت حوالي 30 إصابة سجلت على مستوى قمة شريعة السياحية، هذا بين أمسية أذكر بين أمسية البارحة إلى غاية اليوم. حددت الإصابات أو انحصرت الإصابات في انخفاض درجات الحرارة الجسم لدى الأطفال، وكذا هبوط في السكر في نسبة السكر في الدم للمصابين بداء السكري، وكذلك رذود وجروح جراء التصادم خلال التزحلق على الثلج. أمل، وهل تم اتخاذ إجراءات إضافية تفادي لأي طارئ؟ نعم، هذه الإصابات استدعت أكيد تدخل الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية وكذا نقل المصابين إلى العيادة الطبية الموجودة على مستوى الشريعة للمعاينة من طرف المختصين ووضعهم تحت العناية الطبية. أمل، وهل لا زالت توافد المواطنون على الشريعة ما زال متواصل؟ نعم ما زال متواصلا، رغم أنه النشريات حذرت من أو قالت أنه لا يمكن الطاقة استيعاب الشريعة ساحة الشريعة استيعاب كل هذه السيارات، إلا أنه عشق المواطنين للثلج ما زالوا يتوافدون على منطقة الشريعة من أجل الاستمتاع بالثلج والمناطق الخلابة. أمل عماري مراسلة قناة الحياة الجزائرية من ولاية البليدة، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. أجرت صباح اليوم الأستاذة ريحانة بن وليشة مسابقة الترقية في مركز امتحان خصص لها داخل المستشفى الجامعي علي بن فليس التهامي، وذلك كما أمر وزير التربية عبد الحكيم بالعابد في وقت سابق بعد تعرضها لطعنة في الظهر من قبل تلميذ لها قبل أيام. ولمعرفة أجواء إجراء المسابقة من طرف الأستاذة ريحانة معنا من ولاية باتنا رندا عميرش مفادة قناة الحياة الجزائرية إلى هناك. رندا أهلا بك. مساء النور رفيق ومساء النور لكل متابعين. رندا، كيف جرت او كيف كانت اجواء اجراء الاستاذه لهذا او المسابقه؟ نعم زميلي، اجواء المسابقه كانت عاديه وملائمه حيث جرت في ظروف عاديه وملائمه. فقد خصص للاستاذه بنشيه ريحانه مركز امتحان محاذي لقسم الجراحه العامه بمستشفى تهامي بن
بن فليت أين تتلقى العلاج والرعاية الصحية، حتى أن الأستاذة صرحت بأنها أجرت اختبار في ظروف عادية رغم حالتها الاستثنائية. إذن رندا، رغم حالتها الصحية إلا أن الأستاذة قد أجرت هذا الامتحان في ظروف جد عادية. ظروف عادية نعم، خصص لها هذا المركز الامتحان، يعني فيها يعني ظروف ملائمة مثل أي متسابقة عادي يعني. وكيف لمستم الحالة النفسية للأستاذة بعد هذا الحادث أو أيام بعد هذا الحادث؟ نعم، بالنسبة لحالتها الصحية أولا هي في تحسن مستمر، ما زالت بعض أثار العملية المجراة، وقد أعطى الطبيب المتابع لحالتها الموافقة على إجراء هذا الامتحان. بالنسبة لحالتها الصحية تبدو أحسن، لازالت تبدو عليها أثار التعب النفسي مثل الإرهاق الجسدي، لكن حسبها هي تتحسن وتشكر الشعب الجزائري على تضامنه معها لأنه يدعمها نفسيا هذا ويتابعه حالتها مما يرفع من معنوياتها ويعطيها الأمل والقوة. رندا، وهل تم تحديد موعد خروج الأستاذة من المستشفى أم ليس بعد؟ لا زميلي، لم يحدد بعد موعد وتاريخ خروج محدد، لكن الطبيب الذي يتابع حالتها طمأن بأن الحالة تتحسن باستمرار، يعني مقارنة بما تم توقع الأطباء في البداية، حيث أعطانا تصريح أنها حالتها مطمئنة، ونتمنى لها يعني الخروج في أقرب وقت إن شاء الله. رندا عميرش، موفدة قناة الحياة الجزائرية إلى ولاية بتنا، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. عرفت وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا على خلفية إقدام شخص يبلغ من العمر 77 سنة للترشح لمسابقة الدكتوراه بجامعة خنشلة، حيث أن العمر لم يقف في وجه الحاج سعد العمامرة لمواصلة طلب العلم والمشاركة في مسابقة في قسم التاريخ. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع معنا من ولاية خنشلة الزميل الصحفي نبيل شخاب. نبيل، أهلا بك. مساء الخير زميلي رفيق. نبيل، كيف تفاعل وكيف كان التفاعل مع إقدام الحاج سعد على اجتياز مسابقة الدكتوراه؟ التفاعل كان كبير سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسط الأسرة الجامعية، كون الحاج سعد يعتبر مثال يحتذى به في الإصرار والتحدي، وهو ما ترك انطباعا رائعا لدى أوساط الجامعية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالولاية. نبيل، ما هي المعلومات المتوفرة حول المترشح لمسابقة الدكتوراه؟ المعلومات المتوفرة هو سعد العمامرة 77 سنة من ولاية وادي سوف، وهو أستاذ متقاعد، وهو نائب سابق بالبرلمان متقاعد سنة 1987، كذلك هو ناشط جمعوي كاتب ومؤلف، له 22 مؤلف مطبوع ومنشور عبر الانترنت، كذلك له مؤلفات أخرى تنتظر النشر، وله مؤلف خاص بمسيرته الجامعية. نبيل، وكيف كانت ردة فعل المتسابقين الآخرين على خلفية إقدام الحاج سعد على الترشح مرة أخرى لمسابقة الدكتوراه؟ المتسابقين أعجبوا بإصرار الحاج سعد الذي طبق مقولة أن العلم ليس له سن محددا، واعتبروه مثالا وحافزا وقدوة، كونه كان يملك شهادات تكوينية والآن يريد شهادات علمية، وقد عاد لمقاعد الدراسة سنة 2016، تحصل على ليسانس وبعدها ماستر ليسجل في الدكتوراه، ليتحول من التعليم إلى التعليم الأكاديمي، وهو ما استحسنه، اعتبروه مثالا يحتذى به. نبيل شخاب الصحفي من ولاية خنشلة، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. وبهذا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج أخبار الولايات، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.